السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو ديال كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء. خاصيات الهواء كيف، ولكن هذا الدرس هذا المجال ديالاش ديال العلوم الفيزيائية. العلوم الفيزيائية، إذا العلوم الفيزيائية هذا أول درس فيهم إن شاء الله. الأسبوع السادس الحصة الأولى أكشف بعض خاصيات الهواء. ولاحظوا وأصف وأعبر عما تقوم به الطفلة والطفل. الطفل شنو كي الطفل شنو كدير هنا، شنو كيبان لك؟ ان عندها الرويضة تفشت ليها وغادا دير تنفخها بالريح. ثاني كذلك الدري عنده الكرة تفشت له غادي ينفخها بالريح. اذا غادي يدير فيهم الريح. اذا نقولوا اتساءل شنو، ما نقولوا شنو السؤال يقدر يكون شنو هو؟ نقولوا اذا بماذا يتميز الهواء؟ باش كيتميز الهواء؟ بماذا يتميز الهواء؟ بماذا باش كيتميز الهواء؟ باش كيتميز الهواء؟ اذا بشكل غير خاص، عنده واحد الشكل ديالو غير خاص، كيكون مضغوط، كيكون منتشر. نعم صافي. مثلا في الهواء، دابا في الهواء كيكون الهواء راه كاين، الهواء كاينه ولكن ما مضغوطش الحاله ديالو. مثلا الا كان في كره راه كيكون من مضغوط لداخل بزاف. اذا نقولوا بشكل غير، الشكل ديالو غير خاص يعني متغير، وقا قابلية ديالو، قابلية الانتشار ينتشر، والانضغاط كينتشر وكينضغط جوج صافي. يلا اختبروا، انجزوا المناولات التالية وقارنوا ثم استخرجوا النتائج وادونوها. ولونوا مكان الهواء في كل اناء. لونوا مثلا اجي لهنايا غادي نديرو لكم ان شاء الله. إذا قلنا ألون ماء الهواء في كل إناء، الماء في الإناءات هنا هادو ثلاثة، فينا هو؟ وقيلا كنقول أنايا هنايا، هنا بارك، لا الداخل كاملة فيها، هوكا كلشي، هنا فينا هو تاني، نقولوا لا هوكا أحد هنا، تقول أحد هوكا واحد البصلة مفيهاش، لا فيها كولا، هادي فين؟ يكون هاكا يا احد هنا، هاكا احد هنا، لا تكون فيها كولا. اذا الهواء في هاد الاناءات كيكون هاكا، في مكان كيما كان الشكل ديال الاناء كيكون فيه هوايا، مشى هاكا كيما كان بزاف كيمشي معاه هاكا صافي. اذا الهواء في الاناء كيمشي على حسب الشكل ديال الاناء صافي. واملأوا الفراغ في الجمل بما يلي. عندنا شكلا خاصا، الهواء مختلفة، يتخذ شنو نقولوا؟ اشكالا. شكون اللي كيتاخذ هذه الاشكال؟ اذا شو كي كان هنا، شو كي كان هناك، شو كي كان، اذا شكون هو؟ هو الهواء، والهواء يتخذ الهواء ماذا؟ اشكالا. كي داير الاشكال مخ، مره هكا مره هكا مره هكا، مخت جيد مختلفة. إذا ليس له شكلا خاصا، ما عندوش شكل خاص، لا. والمرة كيفاش كيتغير صافي؟ مزيان. أضخ كمية محددة من الهواء في المحقنة ألف، هاي المحقنة ألف نديرو فيها واحد الهواء لداخل باش نجروها. أنت نجرها من الفوق هنا، نجرها من الفوق، والماء هو غيدخلها من هنا، هو غيدخلها بسحب مكباسها، المكبس ديالها هو المكبس، جريناه الفوق غيدخل لها الهواء لداخل. أضخ هذه الكمية من المحقنة ألف، ها هي في غندخوها، في غنصيفطوها إلى المحقنة باء، ها هي بركنا عليها هكايا، هذه كنطلع الفوق، بركنا عليها ودخل الهواء فيها هنا صافي. الأصغر منها مرتين، دابا هذه كبيرة وهذه أصغر منها جوج المرات، إذا هذه كبر من هذه جوج المرات، ولكن شوف الهواء كي الهواء وكاك دخل ليها،
مرتين. ولاحظوا أملأ الفراغ في الجملة بما يلي: أضغط وكميات. وهكاك هذه المساحة ديال هذه هي كبر من هذه بجوج المرات، ومع ذلك دخلنا الهواء لهنايا. إذا أضخ تملأ كمية، تملأ هيا تملأ الكمية ديال هذا الهواء، كمية الهواء هواء المحقنة ألف اللي دخلت لهنايا، تملأ كمية هواء المحقنة ألف المحقنة باء، لأن الهواء إن ضغط عندو الضغط بزاف ولا مضغوط الهواء تما، إن ضغط حفصة سكتي شوية، إن ضغط بداخلها ولا الهواء مضغوط هنايا مضغوط بزاف، بالتالي في الهواء شفنا شو أنه يكون مرة عادي ها بحال هنايا، مرة مضغوط هنا مضغوط لداخل بزاف ها، لأن هادي بالتالي كنقول لأن الهواء إن ضغط بداخلها. أضخ هذه الكمية من المحقنة ديال باء هي إلى المحقنة شنو؟ جيم جيم جيم، هاد جيم وحدة أخرى ماشي أ ماشي ألف، لا جيم الأكبر منها أربعة المرات. وألاحظ ثم أملأ الفراغ في الجملة بما يلي: توسع كمية تملأ كمية هواء، تملأ الكمية ديال الهواء ديال المحقنة باء المحقنة جيم، لأن الهواء توا توسع ديك الساعة زاد كثر، توا ساعة توسع توسع مبقاش ماشي العكس ديال انضغط، انضغط هي تجمعوك توسع هي توسع صافي. أقارن أحجام كمية الهواء نفسها في المحقنات ألف وباء وجيم، ثم أملأ الفراغ في الجملة بما يلي: الهواء مختلف نفسه حجما خاصا، تملأ إذن تملأ ماذا؟ نفس تملأ نفس الكمية، الكمية ديالاش؟ ديال الهواء الهوائي، تملأ نفس الكمية ديال الهواء أحجاما كي دايرة؟ إذا كاينة مضغوطة وكاينة متسعة، إذا أحجاما مختلفة مختلفة. إذا ليس للهواء حجما خاصا، لا ما عندهاش حجم خاص، يعني كيبقى كما هو كيبقى، لا كتغير الشكل او الحجم ديال الهواء، ليس له حجما خاصا. املأ الفراغ بما يناسب التوسع شكل الانضغاطي، ليس للهواء نقولوا شكلا خاصا ولا حجما خاصا، لا شكل خاص لا حجم خاص. يتميز الهواء بقابلية ديالاش الانضغاط، كينضغط الانضغاطي كما اللي كيف في الكره وشفنا الرويده ديال البيسيكليت، الانضغاطي وقابليه التوسع جيد. Eton et Moha ont réalisé une manipulation avec une recingue à moitié remplie d'eau. Le piston ne se déplace ni vers le haut ni vers le bas. يعني داروا هاد المحقنة وداروا فيها الماء ماشي الهواء، الماء وبقى يدفعها إما لتحت إما جرى الفوق، ولكن ما كتبغيش تحرك اليوم، ما كتبغيش تحرك حيت فيها الماء. هنا نشوفوا مقارنة الماء مع الهواء مثلا، هاد الحالة هادي لا ما تحركتش لأن فيها الماء. وقالوا جو كوش لا بون ريبونس، انكوشي لا بون ريبونس، الجواب الصحيح. إيطو أفيرم، شنو قالت له؟ لو إي نون كومبريسيبل إي نون إكسبونسيبل، قلت لهم الماء ماشي غير قابل للضغط وغير قابل للتوسع، ما كيتضغطش ما كيتوسعش، هذا
الماء. شنو قالت له موحة؟ فاهم؟ لو اي كومبريسيبل اي اكسبونسيبل، الماء يمكنه التوسع والانضغاط. الانضغاط هو التوسع. لا خطا، صحيحة هي ديال ايطو. لو اي نون كومبريسيبل اي نون اكسبونسيبل، ما الماء غير قابل للانضغاط او للتوسع. الى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله والى اللقاء.